تسعى الأجهزة الأمنية في تعز وعبر تشكيلاتها المتعددة وحملاتها الأمنية إلى تعزيز الأمن وضبطه داخل الجبهة الداخلية لمدينة تعز المحاصرة. انتشار أمني في كل أحياء تعز تشارك فيه القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها من خلال حملاتها المتواصلة لتأمين المدينة وضبط الخارجين عن القانون. يأتي هذا الانتشار الأمني والحملات الليلية لأفراد شرطة الدوريات وإخوانهم في الأجهزة الأمنية بهدف تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المحافظة، وبهدف نشر الأمن وبسط الاستقرار. نحن هنا العيون الساهرة للمواطنين والمدنيين في المحافظة، نحن نسهر من أجل أن يناموا براحتهم، نقول لهم كونوا عونا وكونوا سندا للأجهزة الأمنية. ورغم ما تعانيه الأجهزة الأمنية من قلة الإمكانيات نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات وشدة البرد هذه الأيام، إلا أن واجبهم الوطني الهم الشاغل لدى هؤلاء. نحن هنا أفراد شرطة دورية من الطرق، منتشرين في النقاط الأمنية وفي الأسواق المزدحمة لضبط الأمن والاستقرار في محافظة تعز، ويهمنا رغم البرد وقلة الإمكانيات والحروب يهمنا أمن المواطن واستقراره. المواطنون عبروا عن شكرهم وتقديرهم لذلك الانتشار الأمني وأهميته في تأمين أحياء المدينة وشوارعها. الأمن مسؤوليتنا ومسؤولية الجميع، ونشكر الحملات الأمنية الليلية على التفاعل هذا، ونريد منهم أن يزيدوا التفاعل والانتشار بالأماكن المحررة. الحمد لله أن الحملة هذه أدت مفعولها بشكل كبير جدا، والآن نشعر بالأمن أكثر أمانا في المناطق، حتى أننا كنا في بعض الأحيان الساعة 8 والمحلات مغلقة، لكن الآن الحمد لله تستمر المحلات حتى الساعة 11-12، والحملة أدت مفعولها بجدارة. ومثل هذه الحملات الأمنية لمدينة محاصرة تعتبر ضرورة مهمة في تعزيز واستقرار الجبهة الداخلية التي يحاول فيها العدو الحوثي اختراقها رغم فشله المتكرر. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.